كشف الدولي المغربي غانم سايس عميد المنتخب الوطني رحيله رسميا عن فريقه ويلفرهامبتون الإنجليزي، موجها الشكر لكل مكوناته طيلة فترة 6 سنوات التي قضاها معه، بعدما قرر أن يجدد مع فريقه عقد لمدة موسم واحد على أساس بعد نهاية كأس العالم الذي سيشارك فيه مع المنتخب المغربي سيعلن رحيله عن النادي، بيد أن رغبة مسؤولي هذا الأخير كان لهم رأي آخر ما دفع سايس إلى إعلان مغادرته. ونشر سايس على صفحته على الإنستغرام: حلت اللحظة التي كنت أخشاها أكثر من غيرها، وهي اللحظة التي سأقول وداعا بعد 6 سنوات رائعة قضيتها معكم. لقد كان شرفا وامتيازا لي أن أدافع عن هذه الألوان وأساهم في نجاح وعودة هذا النادي إلى دائرة الأضواء. لقد قابلت أشخاصا استثنائيين على امتداد هذه السنوات 6، وكانوا باستمرار يسألون عني وعن عائلتي. وتابع: شكرا لكل العشاق والجماهير على الدعم رغم لحظات الصعود والنزول، كنتم دائما ورائي. شكرا لكل الأشخاص الذين يعملون في النادي على لطفكم، وشكرا لمختلف الأطقم الفنية والطبية على عملكم، لكونكم كنتم جزءا مهما من نجاحنا. وختم سايس رسالته قائلا في الأخير: شكرا لجميع اللاعبين الذين أعتبرهم بمثابة عائلتي، لن أنساهم على الإطلاق. من جانبها أوردت تقارير إعلامية أن عمدة أسود الأطلس يوجد في مفكرة العديد من الأندية، أبرزها فريق الأهلي السعودي، إلى جانب اهتمام من طرف برشلونة الإسباني. ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.